كاين العبايات، بالنسبه للعبايات كاين جميع الموديلات، كاين المليفه الاكسترا بحال هكا حاجه مزيانه، فيها جميع الكولورات. كاين عاوده كاين عبايه خيط حاجه مزيانه، كاين عاوده كاين هكا شي حاجه مليفه اكسترا، الخياطه مطروزه باليد. الاثمنه كاينين جد مناسبه عندنا هنايا، كاين تبدا من 80 درهم، كنبيعوا بالجمله وكنبيعوا بالتقسيط. مرحبا بكم، الف مرحبا. كاين واحد الاقبال كبير ما شاء الله بالنسبه للعبايات جميع الموديلات. جلابه عاوده كاين بحال هكا، كاين جلال ترونسبارو بحال هكا تاع العيد. كاين عاود عندنا كما كتشوفوا هكا قندورات صغار بالنسبه لوليدات العيد، صبحيه العيد كيبانوا هكا ما شاء الله. عاوده كاين جميع الموديلات تاع البلغه، كاين عاود هكا بحال راه لابس السيد. عندنا هذا السوس ديال ولا خدام هذا العيد، هذو تاع العواشر كاع عليه اقبال كبير، هذا تاع السوس روح سيدي محمد منا راه الزبون عندنا راه تقضاه. وعندنا الجلابات العبايات هذه في القاباردي، هذه في القاباردي طرازات عليه. عندنا في الهندي بزاف موديلات، انسب الجابادور كاين بزاف الموديلات، كاين حتى جلابه صغيره بحال هكا. وقال الموديلات اللي محتاجهم في العواشر راه كاين بجلابه اكسترا المليفه، جميع المنتوجات تاع العيد التقليديه الاختصاص وتاع البلغه. وبالنسبه للعطل العربيه راه عندنا هنا اثمنه جد مناسبه خويا، جميع فئات المتوسطه كاع كما كاين اقبال ضروري. الام الله ما بالك كاين اقبال، الله يودي كاين اقبال كبير، كاين اقبال كبير. كاين بالنسبه للاثمنه، كاين الاثمنه اللي كليان كيبغي شي حاجه مزيانه لا كاليتي، وكاين كليان عاوتاني على حسب المستوى ديالو، على حسب الامكانيات ديالو. كاين ثمن حاجه زوينه وكاين شويه، يعني كما نقولوا كاين بروميير ما دوزيام ما تروزيام ما، وهذا هو الشيء اللي كاين. كاين اقبال كبير ان شاء الله في هذا الموسم تاع رمضان ان شاء الله. وهانتوما كما تشوفوا المحل لإقبال كبير، وكاين موديلات بزاف ديال الموديلات، وكاين الصغير والكبير، وكاين الجبادورات، وكاين جلابه السوس دي مثلا بحال هذيك. وبمناسبه شهر رمضان والسيمانه الاخيره ديال رمضان ان شاء الله تكون اثمنه جديده واثمنه مناسبه، وغادي يكون ان شاء الله ثمن مرفق في متناول الجميع. كاين بلغه، وكاين الاسرا والبارا، كاين عبايات، كاين بزاف لي موديل. كاين خصي غير الكليان يجي باش يكتشفوا المحل وصافي، هذا الشيء اللي كاين.